اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا. رح نحكي بهيدي الابيزود عن ابراج 2023 لتشوف كيف كل برج بيقدر يستفيد بالعام الجديد. مولود برج الحمل لازم تركز اكثر على حالك، تكون متواجد انت، في عندك ثقتك بنفسك رح ترتفع اذا انت ركزت على حالك، في بدايات مشاريع جديده وحتى في استفاده ماليه بصيف 2023. أما مولود برج الثور فعام 2023 بيساعده لأنه يطلع من أزمات نفسية، يطلع من مشاكل نفسية، عنده إنجازات كتير كبيرة بصيف 2023 مع دخول كوكب المشتري برجه. مولود برج الجوزاء الناحية الاجتماعية كتير مهمة، لازم يتواجد مع الأصدقاء، لازم يكون متواجد مع الآخرين، لازم ينفتح على الآخرين، يعرف كيف بده يختار الأصدقاء بحياته، عنده دعم، عنده تحقيق أمنية معينة وعنده ارتياح نفسي بالنصف الآخر من العام. مولود برج السرطان من ناحية أخرى بيستفيد من الناحية الاجتماعية، بيقدر أنه يتطور مهنياً، بيقدر يركز حاله أكثر بين الناس، بيقدر أنه يحصل على بوست أو على مركز مهني معين، وحتى بين الناس بيلاقي حاله أنه هو قادر أنه يتواجد، قادر أنه يكون موجود بكل فخر. ناحية الاجتماعية كل سنة بتكون مفيدة لإله لمولود برج السرطان. مولود برج الأسد من 2023 بتأمن له الانفتاح، بتأمن له أنه يكون مرتاح أكثر مع أفكاره. دخول كوكب زحل برج الحوت بخفف كتير عليه من وطئة التراكمات بالسنتين السابقتين، بتخف المسؤوليات الكتير كبيرة، بيقدر أنه يلاقي وقت لحاله، يلاقي وقت لأنه يلحق أهدافه أكثر بالعام 2023. أما مواليد برج العذراء فبيستفيد من الناحية المالية، بيخلص من مشاكل مالية كتيرة، ممكن يحصل على مبالغ مالية هو بانتظارها، وحتى الناحية العاطفية بيقدر أنه يكون مرتاح أكتر مع الآخر، يعبر عن حاله أكتر. ابتداء من الصيف فترة كتير غير بتنتظره، فترة فيها انفتاح، فترة فيها تعرف على شيء جديد، حياته اليومية كلها بتتغير. مولود برج الميزان بالعام 2023 لازم يركز على الشريك وعلى الآخر، هي فترة كتير فيها يمكن ارتباط، فترة فيها تغييرات شخصية بحياته الشخصية، فترة فيها نهاية وبداية، بيقدر انه يستفيد بدخول بعلاقة جديدة او حتى بشراكة عملية جديدة. مولود برج العقرب عام 2023 بيقدر انه يستفيد من الناحية العملية، بيقدر يبلش شغل جديد، بيقدر انه حتى هو يكون مستقل عمليا، وحتى حياته اليومية بتكون كتير اريح، بيكون صحته أحسن، قادر أنه يمكن يفوت بنظام غذائي كتير بيستفيد منه. ناحية الشراكة والعلاقات كلها بترجع تاخد الأولوية ابتداء من النصف الثاني من السنة، وممكن يوصل لارتباط معين. أما مواليد برج القوس فبيستفيد من عام 2023 بأنه بيقدر يعبر عن حاله أكثر، بيقدر أنه حتى يعزز هوايات معينة فنية، بيقدر هو أنه يتواجد مع الآخرين. ناحية العاطفية بتكون أخذ الأولوية رغم أنه أول السنة ممكن يكون في بعض الانفعالات، أما ابتداء من أيار وصاعدا فبيكون الشغل والعمل والإنتاجية هي الأساس، ممكن يكون عنده فرصة كتير حلوة لوظيفة أو لعمل مهم بيحصل عليه. مواليد برج الجدي بالعام 2023 بيرتاح بقلب بيته، بيقدر يكون عنده فرصة لأنه يشتري بيت، يبيع بيت، يستفيد عقاريا، يرزق بمولود جديد، وحتى الناحية العاطفية بتاخد كمان أولوية كتير كبيرة ابتداء من أيار وصاعدا، ممكن أنه يستفيد من لقاء أحدهم، يبتدي علاقة جديدة، ممكن يرزق بمولود جديد وحتى يعبر عن هواياته الفنية. مولود برج الدلو بيرتاح كتير من خروج كوكب زحل من برجه بأدار وصاعدا كتير فترة غير، بيقدر انه يستفيد منها لأنه يرجع شوي يرتاح مع بيته، مع أهله، بيرتاح بقلب بيته، بحسن ببيته، حتى مواليد برج الدلو ممكن انه ينتقلوا من عمل إلى آخر. أما مواليد برج الحوت الأخير العام 2023 بأمن له معنويات مرتفعة، بتقدر انه ترتفع معنوياته، بيقدر انه يستفيد من امور فنية، هوايات معينة، اي شيء انت بتقدر تعمله بيميزك شخصيا فيك انت تستغله بالعام 2023 ماليا بتكون فترة جيدة جدا. اما من ايار وصاعدا دخول المشتري برج الثور عم بيغير الطاقة، عم بيغير الاستفادة للجميع، اما انت فبتستفيد من الناحية العلمية، السفر والتلاقي. إذا كانت هيدي باختصار أهم النواحي اللي بيقدر كل برج يركز عليها بالعام الجديد ليقدر إنه يتطور أكثر.